مشاهدينا الكرام من زمن الشوط الثاني في هذا الديربي الساخن في هذا الديربي اللندني. النتيجة لا زالت لمصلحة فريق أرسنال، فيما توتنهام يسعى ويرغب للعودة، يسعى للتعديل. إيريكسون يستعد لتنفيذ الركنية، كرة داخل منطقة تبعد من مرتزاكر، تظل الكرة عند توتنهام. كرة لتشيكي فيها الثاني، تشيكي ينطلق الان، تشيكي فيها الثاني، فيها الثاني بالفعل، هو الهدف الثاني يا توماس. روتشيكي يضع الكرة في المرمى، يتمكن ارسنال من تدعيم التفوق بكرة ثانية بعد انطلاقة واحدة، انطلاقة تشيكي.